وبركاته حبيباتي متابعين متابعاتي، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية يا رب. زي ما وعدتكم عشان ما اطول في المقدمات، الفيديو السابق وصلنا حد هنا، وصلنا حد الحافة هنا، وقلت لكم بضيف 4 اسطر صح، هذا 1 2 3 4. اللي ما تكلمت عنه في ال4 اسطر هذه بيصير عندي تناقص في 3 اسطر، الرابع بشتغله ثبات عادي زيه زي اللي قبله خلاص، و3 اسطر 1 2 3 سويت فيهم تناقص عند كل عشر عواميد، اعد 10 عواميد واسوي تناقص، 10 عواميد واسوي تناقص في 3 اسطر لين وصلنا الثالث سطر، 3 اسطر الاخيرة خلاص. بترجعون للفيديو لما توصلون يضلكم 4 اسطر اذا كنتوا عندكم نفس الحجم خلاص. احنا تكلمنا هذا الشيء كله تكلمنا عليه في الفيديو السابق، فما له داعي اني اكرر الكلام خلاص. انهيت انا الشغل هنا خلاص، ابى اوقف اقطع الخيط وانظف ونشتغل الوردة. هنا خلاص هذا بنظفه بعدين، وابدأ عشان ما اتأخر اشتغل معاكم الوردة. الورد هذا شفتوا بشتغل معاكم الوردة بالنسبة للمبتدئات، حتى البنات ترى اللي يعرفون كروشيه عارفينها. نحتاج الخيط طبعا، اي خيط قطن عندكم، هذا خيط اللي اشتريته من شيئين، هو كمان زيه زي القطن جولد ودائما اتكلم لكم عنه. ونحتاج صنارة، انا بشتغل بصنارة 2.5، وإبرة تنظيف، ونبدأ على بركة الله. حاخد 46 سلسلة، عندي عقدة بداية وحاخد 6، هذه 1 2 3 4 5، باخذ 46 سلسلة خلاص وارجع لكم. كملت هنا 46 سلسلة خلاص، هنا اشتغلنا 46، برتفع 3 سلاسل 1 2 3 وارجع في نفس الفراغ هنا عند السلسلة عند البداية نهاية هذه 46، هي هذه نشتغل فيها عمود بلفة ونشتغل سلسلتين 1 2 ونرجع في نفس السلسلة نشتغل عمودين بلفة 1 2 ونروح بدون أي شيء، أن نخلي هذه اشتغلنا فيها نتجاوز واحدة ونشتغل في الثالثة في رقم 3، نتجاوز واحدة ونشتغل في اللي بعدها كمان عمودين 1 2 2 سلسلة ونرجع نفس الشيء 2 عمود 1 3 كمان نتجاوز واحد، نتجاوز واحدة اللي هي هذه اشتغلنا فيها، نتجاوز هذه ونشتغل في اللي بعدها 1 2 سلسلتين ونشتغل 2 عمود تانيين في نفس السلسلة. نمشي كمان نفوت واحدة 1 2 ونشتغل نفس اللي اشتغلناه 2 عمود سلسلتين 2 عمود انا اسفة انا اشتغل شوية بسرعة فاعذروني 1 2 2 عمود
اثنين سلسلة، اثنين عمود في نفس السلسلة. هنا بنات وصلت على الآخر، بشتغلها معاكم. هذه آخر سلسلة. وبعدين بنرتفع، بمسك معايا انا هذه عشان مرة واحدة انظف خلاص، واجيبها من هنا وارتفع ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث سلاسل. ونشتغل في هذا الفراغ اللي سويناه سلسلتين، حنشتغل فيه تسعة عواميد بلفة. واحد، هذا اعتبره اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. نيجي هنا ونسوي هنا غرزة حشو كده، بعدها عمود تسعة عواميد بلفة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. وهنا في ده الفراغ نشتغل غرزة حشو، ونمشي كمان في الفراغ اللي بين اللي عندنا فيه سلسلتين، نشتغل فيه تسعة عواميد بلفة. ما أبغى أسمع إلا المدح، حلو؟ أي أحد عنده نقد بعطيه رقم حساب يحوله. من هنا هذه بلفها كده صح، وأجمع الوردة من هنا، شفتوا معايا؟ بدأ من هنا عشان أنزل الخيط تحت. هذه طريقة حلوة عجبتني، عوض ما ألف لفها أول، ألف هذه أول شيء، البتلة هذه الأولى أخيطها بهذا الشكل وأنزل الخيط تحت. هنا الخيط عندي تحت صح، نيجي كده عوض ما احنا كنا خيطناها على هذه الجهة، هنا نقلبها كده، نقلبها ونصير نجمع الوردة، نصير نجمع الوردة كده بشويش. وهذا الخيط هذا هو تحت عشان اللي حنخيط به، ونجمع كده بحيث انه هذه السلسلة تكون تحت بعضها كده، واحنا نلف واحنا نلف، وهذا يمشي كده ونلف كده ونمسك، ترى عشان ما تفك معاكم المسكة تكون كويس، امسكوها. ايوة، شفتوا معايا؟ بجيب الخيط كده واطلع بيه من هنا، ودائما اخيط وامشي للنص من هنا، وامشي وارفع الابرة من النص. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث، جاهد وسع لهدفك في الحياة
بكل جدية حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة، ولا تبالي للنتيجة، أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير. لما أحس نفسي ربطتها كويس خلاص مربوطة، بجي هنا وأرجع من هنا وأطلع الخيط بنص البتلة اللي في النص الوسطانية هذه، أطلع الخيط منها خلاص وأقطع الخيط. وهذا أدخله هنا شوية خلاص، وهذه هي الوردة حقتنا. شفتوا؟ هذه كلها ورودنا. بعدين بخليها هنا وأجي أخلص معاكم. هذه شفتوا معايا؟ كنت قلت لكم لازم هذه أجيبها كده أربطها مع بعض من هنا صح؟ وبعدين هذا المحل كله بنسوي فيه زي هذه. شفتوا هذه الكشكشة؟ الكشكشة هذه شوفوا معايا بيكون بتمشي ثلاثة عواميد بلفة، كل سلسلة من السلاسل نشتغل بها ثلاثة عواميد بلفة، وبعدين يصير كل عمود فوق كل عمود عمودين فوق كل عمود عمودين بلفة، يعني سهلة سهلة جدا. أنا بشتغلها معاكم، أتوقع نشتغلها بالأبيض يكون أحسن. خليني أشوف. خلاص ثبت قراري إني أشتغلها بالأصفر زي هذه فعلا. نشتغل بالأصفر. يلا بدينا من هنا. يا بسم الله. أنا بجيب ببدأ الارتفاع من هنا. هنا بسم الله على بركة الله. هبدأ الارتفاع من هنا. من هنا بشتغل أول شيء ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وجنبها في نفس المحل أشتغل ثلاث عمود زيادة عمودين بلفة. أنا اشتغلت بالخطأ. واحد اثنين ثلاثة، ونشتغل هنا جنبها عمودين بلفة. واحد اثنين، نيجي كمان عند اللي بعدها السلسلة اللي بعدها ونشتغل ثلاث عواميد بلفة. واحد اثنين ثلاثة، نيجي كمان في السلسلة اللي بعدها ونشتغل ثلاث عواميد بلفة. كمان في السلسلة اللي بعدها أنا عندي هنا شوية شادة لأنني كنت شغالة بمنزلقة، بسوي ثلاث عواميد بلف. عادي تكون عندكم شوية فراغات لأن إحنا طالعين هنا عند العواميد. ثلاثة، نيجي هنا كمان ونشتغل ثلاثة. هذا كله ما حيظهر في الشغل، لما حنخلص ما حيبان ولا شيء. كده ثلاثة، ونيجي هنا شفتوا عندي هذا الفراغ اشتغل فيه كمان ثلاث عواميد بلفة. واجي كمان هنا واشتغل ثلاث عواميد بلفة. هنا
أخلص هذه كلها بنفس الطريقة، 3 عواميد بلفة، وارجع معاكم في الدور الثاني. أنا وصلت قربت للنهاية، هذه الجهة سهلة لأنك كنت نازلة فيها بالمنزلقات فاشتغلت عليهم. 3 عواميد بلفة في كل سلسلة. هذه الشكشكة طلبوها مني البنات، سهلة جدا بنات، يعني هي بس تعتمد على كثرة العواميد، كثرة في السطر، يعني يكون الحجم متضاعف تجيكم أقوى، تجيكم الشكشكة أكثر قوة. فيهم اللي يبغى يسوي حتى 4 عواميد عشان تكون الشكشكة مرة قوية يسوي 4 عواميد، بس أنا أفضل 3 عشان ما يجي العمل يعني أوفر شوية. خلاص هنا أقفل بمنزلقة وسووا سووا ارتفاع كده، هذا الارتفاع اللي المخفي يتسمى الارتفاع المخفي، تسوي كده وفي نفس الغرزة تسوون عمود يظهر كأنه عمود، شفتوا الارتفاع كأنه عمود. هنا بنسوي هنا عمود، بنضيف عليه عمود تاني، يعني كل فوق كل عمود 2 عمود، مو 3، فوق كل عمود 2 عمود. هنا هذا السطر الثاني، شفتوا فوق كل عمود 2 عمود. وزي ما قلت لكم تبغون الشكشكة أقوى سووا كمان 3، هنا يمديكم تسووا فوق كل عمود 3 عواميد تاني، أنا بس أفضل إنها تجي خفيفة. إذا تبغونها تقيلة الشكشكة تبان يعني مرة أوفر سووا 3 فوق 3، يعني عندنا 3 عواميد، كل عمود فوقه 3 عواميد، كل عمود من 3 اللي هنا فوقه 3، أنا لا، أنا أسوي كل عمود فوقه 2 عمود. شفتوا 1 2 2، واحد 2، أنا بخلصها وأرجع معاكم. خلاص خلص هذه الشكشكة وأرجع عشان نجمع الشغل كله. بس حبيباتي إذا وصلتوا حتى هنا لا تنسوني من اللايك، ارجعوا انزلوا تحت سووا لي إذا عجبكم الشغل حقي وعجبكم يعني عجبتكم القناة لفوا فيها لفة، وإذا عجبكم الفيديو طبعا خلوا لي لايكاتكم، مهمة جدا 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 وأنا أستاهل على تعبي هذا، أنا أستاهل اللايك بليز. ربي يحفظكم يا رب جميعا. المهم أنا بخلص هذه وارجع معاكم. هنا خلصت بنات، وصلت لنهاية السطر الثاني، فاضل لي 2 عمود خلاص وأقفل الشغل. خلاص انا شفتوا هذه الطريقه في قفله الشغل تبين نظيفه مره، ما يبين القفله ما تبين نهائيا. خلاص بنظف وارجع معاكم. ليش انا دائما ابغى انظف اقفل عليكم؟ بالعكس لازم تشوفون كيف طريقه التنظيف، دخلت الخيط في الابره وبضيعه وسط
الشغل خلاص. أضيعه كويس وسط الشغل وبوريكم كيف نهاية عشان أثبت كويس وأتأكد إنه خلاص ما حيفك معايا نهائيا ولو بعد زمن طويل. بوريكم إيش أسوي، بفك الخيط على 2. وكنت مرة شاركتها معاكم هذه الطريقة، شاركتها معاكم في فيديوهات سابقة. أرجع ب2 كده ورا وأمسك كده وأربطهم بربط بهذا الشكل بحيث يكون فيه خيط بينهم كده، وأربطهم بهذا الشكل، وهذه العقدة تدخل جوا ونقص الخيط، وهذه العقدة خلاص ترى ما حتبان نهائيا داخلة هنا جوا العواميد، وخلاص شفتوا ما حتظهر لا على برا ولا على اي شيء. زائد انه تنظيف يعني تنظيف نظيف ما حيبان منه ولا شيء. شفتوا معايا، هذا هو، هذه هي التلبيسة حقتنا خلصناها. اللي فاضل اننا نجمع الورود ونجمعها، بوريكم انا كيف شكلها الحين على الابريق، حتى انا كمان استمتع بشكلها معاكم. هذه هي شفتوا، انا عجبني هذه، عجبتني على هذه، هذه جات اوسع من هذه شفتوا. يعني العمل كل ما تكرر كل ما اتقنتيه اكثر، كل ما جا متقن اكثر واكثر. وبعدين حنسوي لها زر هنا هنا بهذا الشكل، شوفوا كيف جات مرتبة وحلوة. وبعدين نسوي لها هنا الورد خلاص. يعني بنكملها مع بعض، ابى احط الشمع يحمى وارجع معاكم، لاني هذه الوردات بلزقهم بالشمع. بنسوي الزر اللي على شكل وردة، انا كنت بسوي لها زر من هذه الازرار بس ما لقيت الالوان، ما عجبتني، ما ناسبتها ابدا، يا اما واضحه عليها كتير يا اما باهته مره، فما عجبتني. فبسوي زر على شكل ورده بنفس الخيط اللي سوينا به، نفس اللون اللي سوينا به الكشكشه هنا. شوفوا معايا سهله جدا، بناخذ دائره سحريه ونرتفع 3 سلاسل، وناخد غرزة الفوشار، غرزة البف، 1 2 3، ونشده شوية وقفل، 1 2، وأنزل من هنا وأسوي منزلقة وأطلع فيها 2 سلسلة، وكمان غرزة الفوشار 3 لفات. العفو البف، واخذ 2 وانزل اسحب منزلقة وارتفع 2 سلسلة، 1 2، واسوي 3 لفات، 1 2 3، وكمان اسحب واقفل، 1 2، وانزل واخذ منزلقة واخذ 1 2، واسوي البتلة الثانية اللي هو 1 2 3، وأسحب 1 2، عندنا 1 2 3 4، بسوي 5 وخلاص، 1 2 3 لفات، 1 2 3، وأقفل، 1 2، وأنزل هنا وأخذ منزلقة، اخذ منزلقة واقفل.
خلاص اسحب هذا الخيط كويس، اقطع هذا الخيط من هنا، هذا كده سحبته كويس من هنا، واسحب الخيط كده هنا واربطهم مع بعض بهذا الشكل. هذه مرة زر كويس وحلو. خلاص هنا واحد بقطعه وواحد بخيط به. خلاص خيط واحد بقطعه، بخلي اول شيء قبل ما اقطعه اخيط وبعدين اربطه واقطع الخيط. خلاص انا بدأت تظهر عندي الشمس، هذا ما تضايقني في التصوير، ما حتخليني اصور. هذه هي شفتوها، انا بربط هذه هنا بخيطها. ليكن لك رب واحد تفزع إليه جل جلاله. من الأشياء أيضا أن أصحاب الطموح يعرفون ماذا يريدون وكيف يصلون. أصحاب الطموح ليسوا أناس فوضويين لا يدرون أين يذهبون، لا يكفي أن تجري، يجب أن تصل أيضا. أما أن يجري الإنسان فكل طريق يوصل إلى ذلك المكان. حدد وجهتك واعرف أين تذهب. خلاص هذه هي شفتوها، بنربطها هنا. لما اقفل بتشوفوني كيف اقفلها. وخلاص وجهزت التلبيسة حقتنا، بنلبسها ونقعد نلزق. يعني انا لانني انا ما بخيطها، انتم اذا انا لاني جربت الخياطة ابغى اجرب اني الزق الورود بالسيليكون في هذا. خلاص اول شيء اربطها عشان تشوفون معايا، هذه هي ربطة. خلاص كده هذه شفتوها، وعندي هنا ونبدأ نلزق الورود حقتنا. أصحاب الطموح لا يحتقرون أنفسهم ولا يستصغرون. لا تحتقر نفسك أبدا، بل أنت شخص لك شأن، وإذا كان تفقد شيئا فإن غيرك يفقد أشياء، ولديك كنوز أيضا في نفسك. أصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذبه، وأنه لا بطل من غير جروح. لا يمكن أن تجد بطلا إلا وقد جرح إما في قلبه أو في جسده. أصحاب الطموح يحبون الخير للناس وليسوا حسدا، لأن نجد بعض المميزين الذي هو مثلا أول في الجامعة أو على مستوى أو في مدرسة أو نحو ذلك حاسد، فيمنع المعلومات على الآخرين ويمنع. خلاص خلصت بنات، وهذه النتيجة. شفتوا كيف طلعت حلوة، والألوان مرة زاهية، عجبتني أنا، عجبتني أحلى من الأولى. ما أدري ليش، ما أدري، عشان يمكن هذا اللون يمكن وأعطاها منظر أحلى من الأبيض. هذه هي القديمة حقتنا، هذه أول واحدة، لأنه ما عندي إبريق تاني ألبسها له عشان تشوفونها. وهادو الكوستر اللي بنزلهم مع الطقم، شفتوهم طلعوا مرة حلوين. هادي ان شاء الله، والتلبيسة حقت الفناجين او الكؤوس ان شاء الله بشاركها معاكم الفيديو الجاي، يعني في فيديو واحد، لانه سهلة بشارك معاكم التلبيسة والكوستر في فيديو واحد ان شاء الله. ما هطول عليكم، ما كتر عليكم الفيديوهات عشان نشتغل على شيء تاني. المهم اذا وصلتوا حد هنا اتمنى انكم تحطوا لي لايك، تحطوا لي تشجعوني في تعليقات حلوة زيكم.
وإن شاء الله نلتقي على خير، وأتمنى إني ما طولت عليكم الفيديو، أنتوا دائما تشتكون من طول الفيديوهات. باش أسوي؟ ما عندي شيء أسويه غير إني أقول لكم أنا آسفة جدا إذا كان الفيديو طويل، بس والله العظيم لأني أشرح من قلبي، ما أبغى يفوتكم شيء أبدا. إلى اللقاء، وأحبكم في الله، مع أعمال جديدة إن شاء الله. يلا نشوفكم على خير.